السلام عليكم إخواني أخواتي في درس وحلقة جديدة اليوم. في حلقة اليوم سنتطرق إلى كيفية الشراء من موقع علي إكسبرس بأسعار رخيصة وجد مناسبة باستعمال القسائم أو كما يطلق عليها الكوبونات. ما معنى كوبون أو قسيمة؟ القسيمة أو الكوبون هي عبارة عن بطاقة افتراضية يتيحها لك أو يعطيها لك البائع أو موقع علي إكسبرس لخفض سعر منتوج معين تقوم بشرائه. وهناك ثلاث أنواع من الكوبونات أو القسائم سنتعرف عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله بالتفصيل، لكن في حلقة اليوم سأريك كيفية الشراء من موقع علي إكسبرس باستعمال هذه القسائم. تظهر معك هذه الكوبونات ويظهر معك أول كوبون بقيمة 2 دولار لأول مرة عندما تقوم بتسجيل في موقع علي إكسبرس، ويختلف رصيد الكوبون من مرحلة إلى أخرى. سيعرض عليك موقع علي إكسبرس كوبون بقيمة 2 دولار في المرحلة الأولى. عندما تقوم بشراء منتوج معين سيقوم الموقع بتسجيل أول عملية شراء لك في الموقع. في المرحلة الثانية عند شرائك منتوج آخر سيقوم الموقع بتسجيل عمليتان شراء لك في الموقع. في المرحلة الثالثة سيعرض عليك الموقع كوبونات بقيمة 3 دولار وهكذا. ستتلقى عروض الكوبونات بشكل تلقائي من موقع علي إكسبرس وخصوصا في المناسبات وبالأخص في شهر ديسمبر من كل نهاية سنة. عند دخولي إلى موقع علي إكسبرس تلقيت عرض تلقائي قيمته 3 دولار. هذا الكوبون يشترط عليك منتوج مبلغه أكثر من 4 دولار أو أكثر. إذا اخترنا منتوج بقيمة 5 دولار، عند قيامنا بعملية إتمام الشراء المنتوج سيقوم الموقع تلقائيا بخصم 3 دولار من المنتوج، ويصبح إجمالي شراء المنتوج الخاص بنا 2 دولار فقط. نقوم بالضغط على القسيمة قسيمة 3 دولار ثم نضغط على احصل عليه الآن. الآن تحصلنا على الكوبون أو القسيمة بقيمة 3 دولار. أين نجد هذه القسيمة وأين نجد المعلومات الخاصة بهذه القسيمة؟ من حسابك في موقع علي إكسبرس نتوجه إلى حسابي، ثم من القائمة التي تظهر لنا نختار أو نضغط على قسائمي. إذن هذا هو قسم الكوبونات الذي سنقوم بشرحه بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله. وهذا هو الكوبون الذي تحصلنا عليه من موقع علي إكسبرس، وكما تلاحظون هذه الجملة Your order offers $4 or more، بمعنى أن هذه القسيمة تستعمل على المنتوجات بقيمة 4 دولار أو أكثر. هذه هي معلومات الخاصة بالكوبون. هنا سنجد تاريخ صلاحية الكوبون، فمثلا الكوبون الذي اخترناه يبدأ من تاريخ 3 سبتمبر حتى 20 سبتمبر. Can be used on، استعمال هذه القسيمة أو هذا الكوبون على جميع منتجات في موقع علي إكسبرس، المنتجات التي قيمتها 4 دولار أو أكثر. كوبون نيم و كوبون ستاتيس، هنا الاسم الخاص بالكوبون. حالة الكوبون، الكوبون قابل للاستعمال في الوقت الحالي. إذا الكوبون صالح لمدة 7 أيام، في فترة السبعة أيام يجب عليك استعمال هذا الكوبون. إذا مرت 7 أيام ولم تستعمل هذا الكوبون فتاريخ صلاحية الكوبون سوف ينتهي، وعند دخولك إلى قسم الكوبونات ستجد بأن تاريخ نهاية صلاحية الكوبون قد انتهت ولا يمكنك استعمال هذا الكوبون. والآن نمر إلى طريقة استعمال هذا الكوبون عن طريق شراء منتوج. من متجر علي إكسبرس سأقوم باختيار أي منتوج بقيمة 4 دولار أو أكثر. على سبيل المثال سأختار هذا الجاكيت بقيمة 6 دولار. سأختار اللون ثم المقاس ثم عملية الشحن، ثم بعملية حسابية سنقوم بحساب سعر المنتوج زائد سعر الشحن أو قيمة الشحن، ونقوم بخصم 3 دولار قيمة القسيمة.
إجمالي قيمة المنتوج ب23 دولار أصبحت ب20 دولار تقريبا. نضغط على اشتري الآن، نلاحظ إجمالي مبلغ المنتوج بالإضافة إلى مبلغ الشحن هو 23 دولار، وإجمالي الدفع ب20 دولار، أي قام الموقع بخصم 3 دولار قيمة القسيمة. سنختار منتوجا آخر أقل من 10 دولار لتكون الفكرة واضحة جدا. سنختار هذا المنتوج على سبيل المثال بقيمة 7 دولار. نختار المنتوج ثم الكمية ثم المعلومات الشحن ثم نضغط على اشتري الآن. المنتوج يشحن مجانا، إذا قيمة أو سعر الشحن هو 0 دولار. إجمالي قيمة المنتوج هو مبلغ 7 دولار، ويتم خصم مبلغ 3 دولار، 3 دولار قيمة الكوبون، إذن سيصبح لدينا إجمالي الدفع هو 4.88 دولار. هكذا تقوم بشراء من موقع علي إكسبرس باستعمال القسائم أو كما يطلق عليها الكوبونات بطريقة احترافية وأسعار خيالية. المنتوجات التي استعملتها في الشرح هي منتوجات لكي تصلك الفكرة لكيفية الشراء عن طريق استعمال الكوبونات أو عن طريق استعمال القسائم في موقع علي إكسبرس. أنا شريت بهذه القسائم منتوجات سعرها 6 دولار تقريبا، كان إجمالي الشراء هو 3 دولار، واشتريت منتوجا أيضا قيمته 5 دولار وكان إجمالي الدفع هو 2 دولار. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتطرق إلى شرح تفصيلي للكوبونات والقسائم وكيفية استعمالها واستعمالها في التخفيض عن المنتجات. سنتطرق أيضا إلى جميع أسرار موقع علي إكسبرس وكيفية الشراء ب1 دولار فقط أو أقل من 1 دولار. لاستفساراتكم وأسئلتكم يرجى ترك تعليق أسفل هذا الفيديو. يمكنك مشاركة الفيديو مع أصدقائك إن أعجبك، وأرجو أن يصل الفيديو إلى 1000 لايك لنتطرق إلى المزيد والمزيد من الفيديوهات وشروحات عن موقع علي إكسبرس. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في درس وحلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك جديدنا دائماً.